أهلا بكم إلى تقرير الاقتصادي. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن سرقات وفساد كبير بعقد لشركة المشاريع النفطية الخاص بالتعلية الترابية في مشروع الصبة واللحيص بمحافظة ذي قار. وقال عضو اللجنة جواد حمدان إن الشركة العامة للمشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط أبرمت عقدا لتعلية التلة الترابية بالمشروع شابه الكثير من شبهات الفساد والهدر بالمال العام. أوضح أن العقد لمساحة تقدر ب 15,000 متر تتضمن فرش صباس بمبلغ 62 يورو للمتر الواحد، وهو رقم مبالغ فيه بحسب المختصين، فيما تضمن العقد أيضا فرش طبقة ترابية لمساحة 10,000 متر بسعر 48 يورو للمتر، وهو أيضا مبالغ فيه، مما يؤكد شبهة الفساد التي تكتنفه. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آب الماضي. وقالت سومو إن الشركات الهندية كانت الأكثر شراءً من بين الشركات العالمية الأخرى للنفط العراقي، وبواقع 8 شركات من أصل 39 شركة قامت بشراء النفط خلال الشهر الماضي. وأضافت سومو أن الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28% عند مستوى 473.8 نقطة، وتم التداول على أسهم 21 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق. ارتفعت منها أسهم 5 شركات وانخفضت أسهم 5 شركات أخرى، بينما استقرت أسهم 11 شركة وسجلت قيمة تداولات أكثر من 290 ديناراً، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 193 سهماً بعدد صفقات بلغ نحو 294 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب أكثر من 35 مليون سهم بقيمة بلغت أكثر من 42 مليون دينار من خلال تنفيذ 32 صفقة على أسهم شركتين. قال النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير نجم إن عدد العمالة الأجنبية في المحافظة بلغ أكثر من 83 ألف عامل. وقال عبد الأمير نجم إن محافظة البصرة تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة واحتلال من قبل العمالة الأجنبية بعد توظيف العمال من مختلف دول العالم وبرواتب بمبالغ خيالية في وقت يعاني فيه أهل البصرة من البطالة. وأضاف أن جميع الشهادات والخبرات التي تم جلبها من الخارج للعمل في الشركات النفطية متوفرة في البصرة، ولكن الشركات تصر على تشغيل العمالات الأجنبية. قال عضو لجنة الزراعة النيابية قاسم الفهداوي إن نصف المنتجات المستوردة تدخل العراق عبر التهريب وليس المنافذ الحدودية. وأوضح قاسم الفهداوي أن اللجنة تفوجأت بأن ما نسبته 50% من المنتوجات المستوردة لا تمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية، أي عن طريق التهريب، مؤكدا أن جهات متنفذة حكومية وغير حكومية تشرف على عمليات دخول البضائع من لحوم وغيرها وتهرب إلى البلاد. وأشار إلى أن عمليات التهريب لا تقف عند المنتجات الغذائية والملابس، بل يتم كذلك تهريب السلاح الذي تسبب في الفوضى وفي تنامي عمليات القتل والسرقة بالإكراه. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحركة السوق النفطية.
ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.